كمان عندنا كومبي جديد معنا يا فتح مين محمد يا رجعنا لكم فيديو جديد بقناة كروبي بوم كروبي بوم والله شباب اليوم عنا اليوم نسوي تحدي تحدي الكسر الايد كسر الايد اللي بيربح 10 مرات بيضرب الثاني كف وين تعال نو 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 استنى مو استنى لازم يكون هيك يلا هون استنى يا تعال بعد احمد ما احمد بعد احمد شايفونا هذا اخوي احمد بعد لك انت مو على مال الحلقه واحد يلا 2 3 اوه قوي صاير هذا لا والله ما عطيك مسك ايدك انت لازم تلعب بعد يلا واحد صفر وهذا النتيجه يا شباب 1-0 يلا جبته من اول ثانيه 1-1 بعد يا احمد احمد بعد يلا العشرة لا خليها الخمسه والله كثير طيب شباب رح نخليها الخمسه الخمسة لأنه إذا سوينا 10 كتير والله في غشاش عادتك بس إيدك تنتين هذا غشاش شباب جماعة والله إيدي عم تنجعني من الزلاك واحد 2 يا الله من أول ثانية 2-1 بسرعة يلا لازم يلا صح بعد يا احمد يلا الله عليك اخ يا زلمه هو احمد روح شوي هنيك يا تاتا اسفين على الازعاج شباب 4-2 استنوا يا جماعه والله انه حل واحد غشاش لكن ليش؟ لانه في ايد غشاش عادي يلا شباب الصراع العاشر اجا يا زن يلا 1-2-3 هالمره انا راح اسهل عليه راح اعطيه اصبعتين يلا 1-2-3 لا غشاشي عادي يلا 4-2 ها 4-2 هذا 2-4 1-2 هاي كرمالكم شباب هاي كرمالكم يا جبتوا كرمالكم يلا خلاص يا جماعه هيك بكون انا جبت هيك بكون انا جبت الخمسه انا لا اكل كم انا السيد مهند بس اذا سمعت سنة لازم تحط لك وسبسكرايب للقناه عشان الحلوه وبس مع السلامه